السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. سيداتي سادتي، اهلا وسهلا بكم لهذه الجولة الثانية من تصفيات دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم. جولة ثانية وزوز مقابلات في البرنامج، مباراة ملعب فرحات حشاد بريانا بين المنتخبين المغربي والجزائري، بين منتخب فاز في الجولة الافتتاحية على ليبيا في ملعب الكرم بسداسية نظيفة. في هذه البطولة سيتحصل على هذا اللقب الرمزي لاعبين في المباراة الاولى ضد المنتخب الليبي. هذه كرة تجاورت، حاول رفع الكرة ولكن أنا قبل 4 أهداف، ولكن سجل 2 أهداف ضد المنتخب. الكرة توصل ليوسف الخديم، التوزيع على مستوى القائمة، الانطلاقة من ريان قلي صاحب الهدف، على التمريرة لمعاذ، التصويب. هذه كرة للمنتخب المغربي، مسيطر المنتخب المغربي نسبة امتلاك كرة. الجزائري لسيدي احمد عيساوي، محاولة كبيرة كانت في الجولة الافتتاحية في هذه الدورة، 12 هدف في إشارة التنفيذ، التنفيذ على مستوى القائمة الثاني، ترجع من سهولة ممتازة العملية والاختراق من 3 لاعبين، والتمريرة كانت بعيدة، التمريرة كانت بعيدة، مخالفة فتاحين، هل يفتح باب الشباك في هذا؟ يلعب التماس مع قلي، التصويب بعيدة، بعيدة ريان قلي، بعيدة تصويبته عن هذه الجولة. هذه كرة هجمة للمنتخب المغربي قبل ما تخرج، وممتازة العملية والتصويب والهدف، والهدف الأول للمنتخب المغربي، الهدف الأول للمنتخب المغربي، ارتباك في دفاع المنتخب الجزائري في توقيت 21 دقيقة لعب، 1-0 للمنتخب المغربي بعد سيطرة نسبية كما قلنا المنتخب المغربي بهدف لصفر، هدف معاذ حاك في دقيقة 1 عكس الهجمة للمنتخب المغربي من ابراهيم غاليدي، جذب لاعبي الجزائر، محاولة ايجاد المنافذ، ومير ل 11 عثمان معمد، توزيع على مستوى القائم الاول، 5 مباريات في ظرف 9 ايام. هذه كرة للمنتخب الجزائري والتدخل، تتخسى الكرة والتدخل من التنفيذ، والحارس في دينا الحارس سهلة لابراهيم غاليدي، التوزيع على مستوى القائمه، وتوصل ليوسف الخديم، ارضيه ممتاز، التدخل الدفاعي ممتاز، التدخل حين هو من سيتولى التنفيذ بالفعل، وكره عاليه فوق المغربي، التوزيع بالراس والهدف الثاني، الهدف الثاني لنعيم بيار بالراس، نعيم بيار يسجل الهدف الثاني في توقيت 38 دقيقه لعب، 38 دقيقة لعب، نعيم بيار للمنتخب المغربي بعد تنفيذ مخالفة من يوسف الخديم دون رقابة، يصعد بالرأس نعيم بيار، نعيم بيار يسجل الهدف الثاني للمنتخب المغربي. سنشاهد الإعادة مع فات هذه العملية للمنتخب المغربي، وتسديدة ضعيفة في دين الحارس، كانت من 10، معاذ حاك صاحب الهدف الأول، ذكورة لمعاذ حاك، معاذ حاك يقوم بالمراوغة الأولى، الثانية يتجاوز المدافع، التوزيع باليسر على مستوى القائمة الثاني، ومحاولة التسديد في مناسبة أولى ثم ثانية، والتصويت 2-1، هل يعيد نفس السيناريو المنتخب الجزائري؟ كانت مباشرة بعيدا عن منطقة الجزاء، هذه كرة مرة أخرى التدخل من الحارس، سيطرة الجزائر في آخر 5 دقائق، هذه كرة للقائد والهدف ممتاز، الهدف من أنيس فتاحين، أنيس فتاحين يفتتح باب التسجيل للجزائر، لأن الجزائر متخلفة بهدفين مقابل 1، إذا أنيس فتاحين في الدقيقة، هذا معاذ حاك يسعد للتصويب، بعيدة 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 من معاذ حاك التصويبة، وفي هذه الآونة 1 منذ لحظات أعلن خالد قويدر بداية رشيد فتال، رشيد فتال التوزيع الجزائري، ثم نعود إلى التشكيلة، هذه كرة للمنتخب المغربي، عثمان معمة، عثمان معمة ثنائية مع إبراهيم غاليدي، التوزيع يراوغ ريان قلي، ريان قلي التصويب ممتاز الثابتة للمنتخب الجزائري، والحارس مرة أخرى سجل هدف حلو ضد تونس، يوزع هجمة للمنتخب الجزائري، التمرير والتسديد في دين الحارس، في دين الحارس التصويبة،
كحيلي بن احمد، ثم ريان قولي. ريان قولي التمريره وضربه الجزاء، ضربه الجزاء في ضربه الجزاء يتقدم كحيلي ويسجل، ويسجل 2-2 2-2 كحيلي بن احمد في توقيت 60 دقيقه لعب. إذن إعادة توزيع الأوراق في هذه المباراة. مدافع وهذه كرة ترجم من رشيد فتال، لكن تدخل المدافع رستم دنداوي. يرجع بن أحمد، كحيلي بن أحمد التمرير لريان قل اللي خرج وخذا مكانه كحيلي بن أحمد، منظر عيون وأنيس فتحين يصبح كظهير أيسر. معمة عثمان، معمة عثمان، معمة، فما علي معمر يتلف الكرة الجزائري، ولا تدخل من أنيس تجاورت، ترجع مرة أخرى معافى وتنفيذ المخالفة للمارب، وممتاز لنعيم بيار. علي معمر التوزيع ومخذاش الكرة، مخذاش الكرة بالرأس. فتحين، أنيس فتحين، وممتاز العملية التوزيع على التوزيع على مستوى القائمة الثاني، مناسبة أولى ثانية، ثم ازدواجية ومخالفة، المخالفة ضد لعثمان معمة. عثمان معمة التوزيع كما جاء مكان متوسط ميدان الهجمة ومحاولة التصويت. عثمان معمة دخل منطقة الجزاء 21 يسدد. التنفيذ على مستوى القائمة الثاني ممتازة بالرأس، لكن كرة خارج إطار المرمى، فرصة هام. ثم علي معمر، علي معمر التمرير ممتازة، وفما المخالفة، المخالفة. الكرة من اليمين إلى اليسار والتوزيع والتدخل الدفاعي، التدخل الدفاعي من تقديم على التوزيع والتدخل الدفاعي ولا التوزيع والحارس والتدخل على مستوى القائمة الثانية. وقت اللي كان مكتمل الصفوف يلعب بحداش، هذه كرة تصويبة قوية مرت محاذية للقائم من إلياس بو، كرة داخل منطقة الجزاء وبعد توقف اللعب في عديد المناسبات. هذه كرة لنهاية مباريات الجولة الثانية، هذه كرة على مستوى القائمة الذي عكس الهجمة، والهدف الثالث، والهدف الثالث للمنتخب المغربي، الهدف الثالث إلياس بو مسعودي. أسعد الأنصار واللاعبين والفنيين اللاعب البديل إلياس بو مسعودي، إلياس بو مسعودي في الدقيقة 90+2 90+2 هجوم، هجوم معاكس، هجوم معاكس للمنتخب.